يسعد صباح الجميع، كل حدا صار معنا لايف على صفحة نينار اف ام على الفيسبوك، وبدنا نقول يسعد لي هالصباح. صباحكم، ورجعنا ورجع الياس، صار لي قد ما شفتك اسبوع الحمد لله على سلامتك وسلامتك. لك يخلي لي اياكي. تمام، اشتقت لك. هلا طمنينا عنك. جود. تمام. هات لشوف شو هالحلا كله وهضامي كمان وحالة على يلا خلينا نجوى كرم وروح يا غالية. هات اللي شوف، خلينا نحكي اليوم بدنا نحكي عن مواليد العذراء وبدنا نحكي هيك شوي عن سلبياتهم، ما يزعلوا مننا. لا أكيد أبدا، بس كيف ممكن يكونوا ما حدا بيزعل منك غالية. هلا أكيد مولود العذراء عنده طبيعة حساسة وعنده عقل منطقي، المنطق دايما شغال، يعني ما بيعتمد غير عليه، هو كتير واقعي كتير حريص على الدقة والنظام والانضباط. عنده رؤية كتير ثاقبة مولود العذراء، ذكي طبعا. عطارد هو الحاكم لإله، رغم أنه بهاي الفترة ممكن تتخربط أموره لأنه عطارد بشر تراجعه، فكتير بيتأثر مولود العذراء بهذا التراجع. عنده رؤية ثاقبة وبيكتشف مواطن الخلل بسرعة، بسيط بالتعامل ولكن نقده جارح. أكثر ما يؤلم الآخرين من العذراء هو النقد. فظيع شلون بينتقد وبينتقد صح، تعرف يلي بيضرب على الوتر الحساس، يعني مو هيك بيقولوا. هلأ العذراء كتير بيجذبوا حاجة الآخرين لإله وبتحفزه أنه يكون يعطي أكثر ويقدم أكثر، لأنه هو شخص خدوم بالفطرة. بس يلي بينقصه فعلاً أثناء تواصله مع الآخرين أنه هو شوي يفتقد للتواصل الروحي، يعني هو كل يتعامل بكل ما هو ملموس. الحس الروحي العالي شوي قليل عنده، يعني تفهمه منطقي عقلي لوجعك لألمك، بس ما بيتعاطف روحينيا معك. الروح بالعاطفة بالأحاسيس، بيتم يدور لك على حل لمشكلتك، بيعطيك الحلول، بيعطيك اقتراحات، بس ما بيحسك. تمام. بشكل كتير ما بعرف إذا وصلت الفكرة. تمام. هاي مشكلة بتواصله مع الآخرين مولود العذراء، هاي مشكلة كتير كبيرة بتواجهه، وخاصة بعلاقاته الثنائية، يعني بعلاقات حياته. ايه تمام. بيتصرف من وحي عقله وليس قلبه دائما. عنده طلاقة لسان أكثر من معرفته الفعلية بما يجري بعمق المشاعر. ايوه. عرفت، يعني مسألة مهمة هاي كثير عند مواليد العذراء. لهالشي منحس مولود العذراء قليل الخبرة شوي بالمشاعر، بالمشاعر الإنسانية. ما بعرف إذا عم تقل بالحكي أنا، بس لا هو لا هيك. أبدا، أخذ راحتك ومكترة غالي. هو هيك وتموجاتها وانفعالاتها، يعني هدول المشاعر تبع الغضب والفرح والحزن بيعيشهم كلهم، ما بيعرف يترجمهم مولود العذراء. يعني إذا عنده شريك عم بيعيشهم بيستغرب أنه شو عم يصير، شبه ليش ماله مستقر، ليش ماله ثابت، يتساءل العذراء خاصة بالحالة العاطفية. بدي أقول لك ما له عاطفي العذراء، يعني ولا هو عاطفي، كتير حنون وكتير حساس، بس لا مفهوم لا العاطفة الرومانسية لا مو كتير متواجد بطبيعته، هي فطرة يعني ما بيقدر الواحد يتحكم فيها. رغم أنه هو ما كتير مدرك لهي المشاعر، بس هو بيقدر يحل أصغر المشاكل، عنده قدرة على إيجاد الحلول. شوي قليل الليونة مولود العذراء مع الأخطاء. قصدك أكبر المشاكل بيقدر يحل، أصغرها وأكبرها بيقدر يحل، رأسا بيلاقي لك حل، بس بعيد عن العواطف. حلول منطقية موضوعية. هيك يعني نوعه هيك مولود العذراء. هلأ هو كتير شوي مرونته قليلة مع الأخطاء وشديد الحذر أمام ما يجهله، يعني كل شيء ما بيعرفه العذراء ما بيخوض فيه. لازم يكون على دراية بكل شيء. مشان هيك ما فينا نوصفه بشخص مغامر أو شخص إنه ممكن يجرب الجديد بدون تفكير، بده يرتب، بده يخطط. هلا هو بيشبه الترابيين بهي القصة، كل مواليد التراب. يمكن خوفه من إنه يخيب أمله مولود العذراء بيخليه هو اللي بيبني حواجز مع الآخرين. يعني بيخاف من الخيانة، بيخاف من الغدر، بيخاف من الغش، فلهيك ما بيحاول كتير يدخل الآخرين لدائرته الضيقة أو يستسلم بعواطفه.
ما بيعملها مولود العذراء، بيتم عامل هذا الحاجز وإيه الحماية، حاجز الحماية تماما. خليني أقول هلأ عنده شوي ميول للجدل للخلاف، وعنده رغبة دائما يفرض رأيه على الآخرين لسبب مو للمناكفة. يعني مولود العذراء ما بياخده بيعطي معك وبيناقشك وبيجادلك عشان يحمي حاله من تأثيرك، لربما تأثر عليه. أيوة. فهو دائما بيتم بيجادل وبيستخدم عقله وبيحفز ما يكتسب منك مشان ما تأثر عليه بموقف أو برأي. يعني هي هي آلية رهيبة عند مولود العذراء، ما بعرف شو عم بيعلقوا. حاسة إنه اليوم كتير كثيف أنا الكلام. في غيداء عم بتقول إنه مواليد برج العذراء هن لائمين شوي. لا 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 ما عنده لا لا. إحنا ما بدنا نوصف بالتعميم الصفات، لا لا، هو بس ما بيحب الغلط. مولود العذراء شخص ينشد الكمال بكل شيء، فبنلاقيه إنه هو حساس تجاه الأخطاء، ما بيحبها يعني بشكل من الأشكال. نعم. هلأ كتير منتبه للتفاصيل مولود العذراء، وهذا بيخليه يعني بدقق تفصيلي. هذا بيخليه يفقد القدرة أنه يشوف المشهد كامل كامل. يعني اللي بيغوص بالتفاصيل ما بيعود بيشوف القصة الكبيرة. متطلب هو أكتر من لازم، مقاييسه عالية. يعني بقدر ما هو شديد التحمل بقدر ما بيشتكي وبنق. يعني هو أكثر الأبرار صبر على فكرة. مولود العذراء فظيع شو بيتحمل. شديد التحمل، ولكن طول ما عم يتحمل عم يتزمر وعم يشكي وعم ينق. ليأرجيكي قداش تحمل هو. تحسسي قديه هو عم قديه صبور. وعنده نشاط كتير كبير، يعني نشاطه بيخليه أبعد عن الاسترخاء وبيقوي حالة القلق عنده. هو شخص قلق بفطرته يعني. عذرونا مواليد العذراء. خلونا نعمل السلسلة القادمة بالمديح والإيجابيات. هلا هي أشياء هي مانا يعني سلبية، ولكن هي تعيق التفاهم أحيانا. تعيق التواصل عشان يدير باله هو كمان، يخفف من هي المواضيع يعني. إيه تقريبا يعني يحاول يطلع على المشهد أكثر، يحاول يتقبل، ما يدور كتير على هي التفاصيل، ما يدور على الكمال. إيه. يعني مقاييسه عالية مولود العذراء يعني. يمكن من أكثر الأشخاص يلي بيطولوا لحتى يرتبطوا بحدا، ما بيرتبطوا الآخرين بيرتبطوا فيهم. أيوة. بيفرضوا عليهم الارتباط. مولود العذراء هو لك لحاله ما بيحب يعني. إذا ما أنت بادرتي وأنت بدك تجي لعنده، أنت اللي بدك تخلقي له ظرف الارتباط ليقبل. ما هو اسمه عذراء، شخص واحد. صح. واحد. في حدا عم بيقول رائع الوصف بامتياز يعني. تحياتنا اكيد لكل حدا. يسعد لي اوقاتكم. عبودة كمان عم بيقول صح 100%. تحياتنا لكل حدا عم يكتب لنا. كمان سامية تحياتنا لك. لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على الفيسبوك. هلا في حدا عم بيقول انه ايمت مواليد برج الجدي، ايمت مواليد. نحن عم نمشي الابراج يعني بكره الميزان. بكره الميزان رح نحكي عنه. ازق الرب. نحن اكيد بدنا نشكرك مدام غالية، وبكره صبحنا بيتجدد معك ان شاء الله. ان شاء الله.